كما كتعرفوا وزارة الثقافة تولي أهمية كبرى لهذا العالم القروي، خاصة فيما يتعلق بالجانب ديال الكتاب، لأنه كنعرفوا أن في العالم القروي الأطفال بالخصوص والناشئة ما عندهمش يعني أماكن للتثقيف، فالوزارة تعمل ما في وسعها لكي تعم المكتبات وخاصة الخزانة، ما يسمى الخزانات الوسائطية، العالم القروي كما بطبيعة الحال العالم الحضاري. في هذا الإطار تأتي هذه المبادرة ديال إنشاء مكتبة في جامعة تيديلي سيوة، وهو مشروع يأتي في إطار اتفاقية شراكة ما بين الوزارة وما بين الجامعة. بطبيعة الحال الجامعة أنشأت البناية وقامت كذلك بتوظيف واحد جوج ديال الموظفين اللي يتكلفوا بالخزانة. أما فيما يخص التزامات الوزارة فهو التجهيز بطبيعة الحال بالرفوف والكراسي والطاولات والإمكانيات كذلك المعلوماتية، ومن جهة أخرى الرصيد الوثائقي اللي احنا حاليا كنعملوا على أنه نوضعه في الرفوف. الجانب الآخر المهم كذلك هو التتبع وهو التكوين ديال الناس المتعهدين اللي غادي يقوموا على هذه الخزانة. ففيما يخص تكوين الإخوان اللي مكلفين بالخزانة، قاموا بواحد التكوين ديال واحد 10 أيام تقريبا في الخزانة الوسائطية بن يوسف مراكش، وبطبيعة الحال غادي ندرجوهم في التكوينات المستقبلية اللي كتقوم بها المديرية الجهوية للثقافة في هذا المجال هذا. وبطبيعة الحال حنا نطمح انه ان شاء الله هذا الفضاء هذا يكون كذلك واحد المقر للقيام بواحد المجموعة ديال الأنشطة المرتبطة بالكتاب، منها مثلا ورشات في الكتابة، في الخط، في القراءة، في الحكي إلى آخره. فعندنا واحد المجموعة ديال الإخوان اللي كنشتغلوا معهم في هذا الموضوع، وكنتمناو أن هذه الخزانة كذلك تستقبل هاد الناس خلال يعني الموسم الثقافي اللي ديال السنة المقبلة، بالخصوص بعد الاكتمال تجهيز الخزانة وافتتاحها إن شاء الله ربما في الشهر المقبل. هذه الفكرة ديال المكتبة جات في واحد الإطار ديال باش نشجعوا التلميذات والتلاميذ اللي هما تيتبعوا الدراسة ديالهم في الجامعة ديال تيديلي مسيوة. لذلك عقدنا واحد الشراكة الاتفاقية بيننا وبين الجامعة وبين وزارة الثقافة هذه سنتين، والحمد لله حنا التزمنا باش نوجدوا البناية، وهي الوزارة مكلفة باش تجهز هذه البناية هذه، وفي نفس الوقت تجيب لها الكتب اللي هما تيتناسبوا المستوى ديال التلاميذ، وكذلك فيما يتعلق بالثقافة العامة. الحمد لله التلاميذ هنا عندنا الإعدادية، وعندنا كذلك دار الطالبة ودار الطالب، كلهم قراب لهذه المكتبة هذه. نضيف إلى ذلك الطلبة التي يقرأوا في الجامعة، وكذلك التي يقرأوا في الثانوية، تيجيوا في الأوقات الفارغة ديالهم وكذلك في الأيام العطل، وتيستنسوا وغادي يستنسوا إن شاء الله بعد العمل هذا. إلى حد الساعة توصلنا بواحد المجموعة ديال الكتب اللي هي قيمة جدا، وراكم لاحظتوا الأثمان ديالها، ولاحظتوا كذلك ما بين دفتيها. إذا كلها كتب الحمد لله غادي تنفع هذا الجيل إن شاء الله تعالى في التحصيل العلمي. استنى واحد الجمعية الثقافية اللي هي غادي تسهر على هذه المكتبة، على التسيير ديالها والتتبع ديالها. وحنا حتى في الميزانية ديال الجامعة درنا واحد المبلغ المالي باش إن شاء الله نبداو نزيدوا الكتب أخرى ونطوروها، كذلك فيما يتعلق بالإعلاميات. بالنسبة للإخوان ديال المدير الجهوية، السيد المدير الجهوية تنشكره بزاف، وتنشكر كذلك الإخوان اللي معاه والأخوات اللي معاه، لأنهم استفدنا معاهم بزاف، وباقي وعدونا بأنهم غادي يزيدوا لنا الكتب أخرى باش ان شاء الله يغنيوا القيمه ديال هذه المكتبه هذه. هذه المكتبه ان شاء الله غادي تنفتح حتى للجامعات المجاوره، اللي بغى يقرا مرحبا به، وكذلك على صعيد اقليم الحوز حنا ماشي منغلقين على انفسنا، اللي بغى يقرا يجي مرحبا به.